السلام عليكم، كديري لاباس عليكم؟ شخباركم؟ يا ربي هاد الفيديو اللي كيكون فيه خير وعلى خير. جيت معاكم البنات باغا نصاوب واحد فطيرات او بريوش او كيما بغا الواحد يسميه. المهم نبداو البنات على بركة الله. عندي هنا كاس ديال الحليب دافي وكاس ديال الماء تا هو دافي، عندي نص كاس ديال السكر سنيده مقشره، ماشي كاس العنبه هذا صغير، ها الكاس ديال العنبه هو هذا هو، وهذا الكاس نص كاس راه صغير، وحتى الزيت هو كاس صغير ها هو شتو ما عامرش، ها الكاس ديال العنبه. عندنا هادشي، عندي فاني، عندي 500 غرام ديال الدقيق وانا نعبرو بالكيسان معاكم، عندي الخميرة ديال الخبز هاهي نبداو بها، نبداو على بركة الله. بسم الله، هاهي المعلقة، دابا الجو بارد نديرو الزيت ديالنا، سكر سنيدة، نديرو الملحة منكتروش شوية، نحركو هادشي حتى نحطو بينا الخميرة ديالنا، نخلط الزيت مع العناصر الأخرى، ميبقاش الزيت بوحدو، نشوفو البنات راه بلا زبدة بلا والو، ولا تشوفو كهادشي، نديرو الدقيق هانتوما نعبر معاكم كاس بكاس، هما دابا جوج كيسان هاهما، هانتوما البنات جوج كيسان خرين ديال العنبة هاهما، البنات اللي بغات ديرها في العجانة ديرها في العجانة، أنا حيت مبغيتش ندير، ماشي كلشي عندو العجانة، خصني نزيد كاس خب، كاس خب،
كيس هذا بدلنا خمسة في كيس ديال العنبة. البنات دابا غنخدمو بيدينا كاس كتشوفوا هكا تلصق طبيعي تلصق البنات خمسة في كيسة ونص اللي دخلت لها مثلا كتلصقش فسميتو غير في يدي اللي فيها هذا الشيء ديالنا خليوها الموتة ترتاح حتى هاد الخميرة ديالها داك التوت البنين بيها
شعلوا الفران تيسخن وطفيو عليه وخشيو الفران راه في ساعه كتخمر. نخليوها حتى ترتاح ونرجع معاكم. انتم البلاص العجينه ديالنا هكا هاهي اختمرت لينا. حيدو من هذاك الهواء نستعملو بشوية دقيق كل واحد يديرها على حسب اللي بغا. انتمو الناس انا قطعتهم بقطعة ديال البيتزا غندير فيهم الشوكولاتة نتوما البنات اللي بغا يديرها كبيرة يديرها واللي بغا يديرها صغيرة يديرها. هاهي شتو البنات هما كتلصقها والو كيجيو زوينين البنات غيجربوهم. هما كنديرو السلوفان وكنحطوهم نكمل هادشي للناس ونرجع معاكم. الناس بلي الزيت ديالنا سخن ها هو شفتو راه سخن مزيان. حنا غادي نحطو عليه ها هو شفتو ردو بها يديكم ها
نحطهم هنا صافي نبلولينهم شفتوهم كيجاو مدهبين زوينين. هاي البنات البوطة تكون قيلة يطيبو على خاطرهم. يلا البنات كملنا هذا ورجعنا لكم. انتم البنات الفطيرات ديالنا هما هما هادو فطيرات ولا واحد يسمى اللي بغا يسمى هما اللي درت عليهم كبار هما شفتهم. واش ديتهم درت عليهم سكر سنيده سكر حبيبات هما شفتوهم جاو تبارك الله كلشي طيبين انتوما شفتوهم كيخرج لا الشوكولاط لا والو سليم. وهادو البنات درتهم ما فيهم لا شوكولاط لا والو هما تا هما درتهم صايورين شي عجينة طايبة وبنينة هادو صغار هادو درتهم كبار هادو درتهم صغار. نتمنى الله يعجبكم ما تنساوش ليا لي جيم بارطاج البنات والسلام عليكم.